توتا إيديوت. أليكس، شتو سنامي وبدت؟ يا أجنن يا أليكس، يا هيام سلطان، يسلي أستانس يازدز أوبا عمرون. سلطانة، مولاي السلطان، ما توقعتك تجي، تفاجأت بوجودك. حبيت شوف السلطانة خديجة، قلت بيجي وبهنيها بعد ما سمعت خبر الحمل. ليو أفندي كان عم يشرح لي كيف كان عم يعمل هالرسمات الحلوة. شو لسه ما خلصت شغل هون؟ لسه يا مولاي، أنا حبيت إني أرسم بألوان حارة وأكثر حيوية. اسكتي اسكتي، يلا تحركي، عم قلك يلا تحركي. يا سلطان، موتك كتير سهل عندي. غيرت شكل هالقصر بإيديك الماهرة. بدي منك شغلة تانية يا ليو. مولاي أنا ناوي خلص صورتك مع السلطاني فوراً، لأني مضطر أرجع على بلدي. صورتي أنا والسلطاني أكيد رح تخلصها. الشغلة التانية اللي بدي إياها منك إنك ترسم لي صور على الشوادر تبعي. بس أنا ما بعرف شو هي يا مولاي الشوادر هي. وقت بطلع برات القصر على الصيد أو على شي حملة بنعمل قصر صغير بنسميه شادر. راح ترسم على الشادر على القسم اللي فوق تختي. بدي رسمة كبيرة تصور فيها السماء والغيوم. ترسم غيوم؟ إيه نعم، من جهة ليل ومن جهة نور الصبح، وبجهة السماء الزرقاء اللي فيها الغيوم البيضة، وبجهة تانية قمر وكواكب ونجوم عم تلمع. خديجة. مولاي. أختي الغالية، أنا كتير انبسطت لما سمعت الخبر. إن شاء الله بيربى بعز أمه وأبوه إبراهيم باشا. شكراً كتير يا مولاي، شرفتونا بجيتكم، نورتوا القصر بوجودكم. أنا جعت، خلونا نتعشى على الطاولة الحلوة تبع إبراهيم باشا. رح نجهز العشاء فوراً. أنا سبق وحذرتك بالماضي يا ست فريال،
بس الظاهر انه نسيتي من بتكون ناهي الدوران. سلطانة انا اسكتي وبلا صوت. هيام عم تورتك معها، واللي بدي افهمه ليش كل ما قالت شي بتساوي. انتبهي اوعك تلفي وتدوري، انا على طول عم شوفك. اصحك تكوني مفكره اني ماني شايفه الفخاخ اللي عم تنصبوها. سلطانه انا مو قصدي قلة الادب معك بنوب، بس انا عم اشتغل شغلي وبس. انت شغلتك هون انك تطعيني لالي. هلا خلصنا يا ست فريال، لهون وبس، واليوم لازم ينتهي كل شيء، فهمتي؟ حضرتك ما بدك تاكل؟ شكرا، انا ما بدي اكل، ماني جوعان. موتك وارميك هون جثة، صدقيني ما حدا رح يكون مهتم بموتك. ما انت بتعرفي في قاتل عم يتجول هون بالحرم لك، ورح يتهموه له كمان، ممكن يتهموه على هيام سلطانتك. سلطاني شو حابة تطلعي عايشة من هون؟ اوامري انا، من اليوم هي اللي بدها تتنفس بحذافيرها، وإلا صدقيني حأخنقك بإيدي. بتكوني مثل ظلة لهيام، أنا لازم أعرف كل خطوة بتساويها، عينك لازم تضل عليها. اسمعني منيح، أوعك يا فريال تنسي تحكي لي أي تفصيل مهما كان صغير، وإلا رح تكون نهايتك قريبة، فهمتي؟ ليلي فهمتي؟ روحي هلأ وحنشوف ولائك حيكون لمين. إبراهيم باشا وعدني، وعدني إنه هو رح يرجع سالم، خاصة بعد ما عرف إنه حيصير أب. رجعته صارت ضرورية إلنا كلنا. أنا بعرف تماماً الشعور يلي عم تحس فيه خديجة. مولاي السلطان بس يروح على الحملة، صدقني الله وحده بس بيعلم شو بصير فيه. إبراهيم باشا عنده مهمة صعبة، بتمنى من ربي إنه ينجح بهالمهمة ويرجع لنا سالم. حضرة إبراهيم باشا، البسطجية اللي عم يستنونا بالمينا جابولنا رسالة. جاي من العاصمة؟ لا يا باشا، من القاهرة، القاضي محمد زادة هو بعت لكم اياها. إلى حضرة إبراهيم باشا، لقد وصلني فرمان مولاي السلطان
لكنني اضطررت أن أتدخل ولم أستطع انتظار وصولكم يا باشا، لأن أحمد باشا أخذ كل التدابير اللازمة تمهيداً لبسط سيطرته. أقنعت المماليك بالعدول عن مؤازرته وكسبتهم إلى صفي، ثم وزعت لهم الإكراميات وتحركت على الفور للقبض على أحمد باشا الخائن وجماعته، وكانوا وقتها يحتفلون بحمام القاهرة. أحمد باشا، شو أنت فكرت حالك بتقدر تهرب من عدالة السلطان سليمان؟ لك أنا عينتك وزيري الأول وعطيتك شوالات ذهب، هيك بتساوي فيني بالأخير؟ فضل موت بشرفي حتى لو عطيتني ذهب وما خون الدولة العلية. وصلنا فرمان من السلطان سليمان، كونك تعاونت مع عدونا ضد الدولة العلية وإرادة مولاي السلطان، قررنا إنزال أقصى العقوبة فيك، والعقوبة هي قطع راسك بسيف الحق يا أحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تم قطع رأس أحمد باشا الخائن جزاء فعلته. أبلغكم أنني أنتظر وصول حضرتكم إلى مصر لكي نعيد لها الأمن والاستقرار. خلاص مصر رجعت إلنا. انت عم تربح عطول، ما عاد بدي العب معه، بدي اطلع اتدرب على القوس بالحديقه. هلا انت بس تنغلب هيك بتروح وبتهرب يا مصطفى؟ لازم تتعلم من خسارتك وتعرف وين غلطك. ماشي معك حق بابا، بس قلي انا عم بستخدم النشاب مني؟ بكره منشوف. راح اخذك على الصيد مشان ترمي بالقوس الحقيقي. انت عم تصيب الهدف الثابت، بس لازم شوف إذا بتقدر تصيب الهدف المتحرك. طب خلينا نروح فورا. لا مو هلأ، كل شي بوقت وحلو. لو تعرفوا قديش بحبكم. عم تتغزلوا ببعض؟ شبك عم تتدلل على معشوقتك؟ ليك شوفها كيف ملهوفة. يلا جاوبها يلا. روح ليو، الله يخليك روح وخلصني. سلطانتي فريال، تعي تعي اسمعيهم، شوفي شو مبسوطين. في شي فريال؟ مولاي؟ جيت أخذه لمصطفى، خفت يكون مأخرك عن شي.
ماما خلينا شوي تانية، بابا رح ياخدني على الصيد. أنا رح أصطاد أكبر غزال هنيك، هيك وعدت له مولاي سلطان. وين بدنا نصيد؟ منروح على قديرنا، هنيك أحسن مكان للصيد. جاوبيني شوفي. السلطانة نهت دوران. أي وشو بدها هي منك كمان؟ أنا كنت بدي إلك من زمان بس فريال أحكي. عم تعتبرني عدوتك كوني قريبة منك؟ لا تكون مساويت لك شي مو منيح. مو هيك، بس أنا خايفة ومرعوبة كمان. لا تخافي فريال، اطمني ما حدا في يعمل لك شي طول ما أنا عايشة بهالقصر. هي شو اللي جابها لعند السلطان؟ ما بعرف، بلكي جاية تاخده لمصطفى من عند السلطان. يلا أنا رايحة. عم شوف صادقة بمنامي إذا بيمرق يوم واحد وما بشوفها. بس بتعرف إنه إبراهيم باشا قال ناوي إنه يزوجنا؟ شوف إجا الربيع، كأنه الأرض والشجر والعصافير معيدين، حاسس عم يحتفلوا بحبنا. بس لسه صادقة ما عطتني وش أبداً يا ليو، خجلانة طبعاً. آخ شو حلوة هالمخلوقة وهي خجلانة، لكن حياتي ما خلص. أنا شغلي انتهى بهالقصر. كيف يعني؟ يعني أنا رح خلص، صار لازم روح. معقول لسه بدك ترسم السلطان والسلطانة؟ بس أنا لازم روح، هيك قالت. مين اللي قال؟ يعني أنا ما فيني ضل هون بهالبلد، اشتقت لبلدي. أي بلدك ما رح يهرب منك. تعال خلينا نشوف الرسمات. يلا قوم. ما تواخذوني، جبت صحن فواكه وقلت فرصة لضب الغرفة. ما في لزوم، شكرا. صديقة خانم، على كل حال شكرا، الله يسلم ايديك. امورك منيحة ان شاء الله؟ ايه منيحة، السلطانة ناطرتني. عن إذنكم روحي أنت، خليك واقف قدامي شوي. شو هالحلاوة وهالوسامة هي؟ أنا كتير اشتقت لأخي مصطفى يلي عم تسأل عنه؟ بس تجي نورهان رح أبعتك لعند أخوك لتلعبوا سوا. ماشي. ليش تأخرتي؟ لما بكون مشغولة بتروحي وما بتقولي. الست أسماء اجت لهون، نزلت لعند البنات منشان شوفها وشوف شو الأخبار. لقيتهم عم يحكوا عنك، باينتهم حابينك كتير. وشو يعني؟ هاد شي طبيعي. عم يقولوا مولاي رح يروح عالصيد. عالصيد؟ مالك خبر بالموضوع؟ مصطفى رايح معه عالصيد كمان.
طيب ومين كمان بده يروح معه؟ مولاي السلطان مستحيل ياخذ مصطفى لوحده، اكيد رح ياخذ السلطان ناهد دوران، هيك قالوا لي البنات تحت. وين بدهم يروحوا؟ أديرنا، بيقعدوا فترة طويلة، قال مولاي السلطان كتير مولع بالصيد. وعرفتي إمتى؟ روحي على السريع اسأليهم. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. روحي، أمير الأمراء وبطل الأبطال. مولاي شرفتني. معقول بده ياخدنا معه على الصيد؟ من زمان كان ياخدنا معه ونقعد فترة طويلة هنيك، ما بتتذكري لما كان ياخدنا معه وقت اللي كنا بقصر مانيسا؟ ما كان يحب يبعد عنا. ناهد دوران، شوفي شو جبت لك، وصيتهم على مخمل عجمي خصوصي مشانك. شكرا لك يا سلطانة، ليش عذبتوا حالكم؟ حبيبتي. بابا قال لي انه بده ياخذني معه الصيد. حلو كتير، يسلم لي هالشاب الحلو يا بطل. مصطفى هلا عم يتدرب وبس يخلص بتلعب. ماشي، احسنت يا بطل. مصطفى راح يكون معي برحله الصيد. ومحمد بيروح معك، محمد كتير بيحبه لاخوه مصطفى، خليهم يلعبوا ويتسلوا سوا. محمد لساته صغير على الروحه. وأنا بجي معكم كمان وبحاول اهتم فيهم اتنيناتهم. طبعاً إذا بتشوف روحتي مناسبة. هلأ مو مناسبة، بعدين بنحكي بهذا الموضوع. مولاي السلطان، آسف لأني عم بزعجكم، بس في أخبار مهمة كتير لازم تعرفها. خير يا سنبول؟ إن شاء الله بتكون كلها أخبار خير يا مولاي السلطان. رسائل إبراهيم باشا أنا بحب أوصل لك ياهم بإيدي يا مولاي. مولاي السلطان سليمان، إنني أعيش سعادة غامرة وأنا أكتب لك هذه الأخبار. وصلتني رسالة من القاضي محمد زاد بيك أثناء وجودنا بردوس، وقد قطع رأس أحمد باشا الخائن والذين دعموه بالعصيان. انقمع العصيان بمصر نهائيا. أنا أتقدم الآن باتجاه القاهرة، هدفنا الوحيد هو رفع راية الدولة العليا وبسط إرادة السلطان سليمان وتحقيق الأمن والاستقرار. سلطانتي، أكتب لك هذه الرسالة وأنا موجود بالبحر محاط بالسكينة والهدوء والرهبة. يظهر سرب من الطيور فوقنا فجأة، طيور تحلق بعيدا باتجاه البر. أتخيلك حورية البحر وأنتظر أن تظهري أمامي بكل بهائك. أتساءل أين ستحط هذه الطيور؟ هل يعقل أن تكون طيور العنقاء التي تبحث عن الحقيقة الموجودة خلف جبل الحكاية؟ إذا كان الأمر كذلك فإنهم سيمرون فوق بحر العشق وسيصلون إلى وادي الفراق. ليتني طائر العنقاء كي أقطع الفضاء بالسرعة الخارقة وأصل إليك وأرى وجهك.
الذي يمدني بالشجاعة والحب والحنان. ليتني أستطيع لمس عقدك وسماع نبضات قلبك من خلال أحجاره. تكرمي على عبدك المرهق بقبلة ترد له الروح وتعينه على مشاق الحياة. دعيني أسكر برائحة شعرك وجزلك وأغفو بعمق إلى جانبك يا سلطانتي، ولا أصحو إلا على صوت ولدنا في سريره الصبي. في بالغابة تمسيح ودببة كبيرة، بلكي طلعوا قدامي. انت بطل وفيك تقتلهم كلهم، ومولاي السلطان رح يكون معك كمان. ماما انت هتروحي معنا؟ انت رح تروح مع بابا على الصيد، وانا بستناكم بخيمة السلطان لحتى ترجعوا. تشيك 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 تشيك. محمد صار جاهز وضبيت له كل أغراضه. ماشي، أنا كمان جاهزة. أنتي ليش هيك لابسة نورهان؟ ما بدك يعني روح اهتم بمحمد؟ أخدي أسمى لتهتم بالولاد، بس سليم ومريم رح يكونوا بأمانتك، أنتي خليكي بالقصر. هيام خانم، سنبل آغا من شوي خبرني إنه العرباية جاهزة والسلطان بعد شوي رح يطلع. عنك سلطانة، نحن منفوتن لجوا. مستحيل أتركن، ما رح أتركن هون، بدي أخدن معي، بخاف يموتوا بغيابي. لا إله إلا الله، هاتيهم من إيدك، أنا بوصلهم لتحت. حطي لي شالي الصوف وفستاني الأخضر. أنا يا سلطانة ضبيت لك كل شيء، لا يكن لك فكر، كل شيء طلبتيه حطيته. شكراً. سلطانة، نحن جاهزين يا سنبول، خليهم ينقلوا الصناديق على عرباي وخذوا صندوق مصطفى من الغرفة تبعه. سنبول آغا، سلطانة، نحن نقلنا أغراض ابن السلطان على عرباي وخلصنا. لكن ليش واقف؟ خد هدول، مولاي بيكون عم يستنانا. بس يا سلطانة، ما قالوا لي إنه حضرتك رح تروحي معهم. كيف؟ والله العظيم يا سلطانة، مولاي السلطان أمر بهالشي، قال لي رح ياخد ولاد السلطان مصطفى ومحمد وكمان. كمان مين؟ هيام، حياخد السلطانة هيام. قدرت تغير له رأيه. ماما، شو بكم؟ ولا شي. يلا امشي. يعني انت ما رح تجي معنا؟ رح ضل هون بالقصر عم بستناك. ليش با؟ يلا روح بلا ما تتأخر على بابا. شو
سلطانة. خديجة حاجتك حزن، قمعوا العصيان بمصر وانتهوا من كل شيء خلاص، وابراهيم باشا رح يرجع لك قريبا، فردي وشك واضحكي بقى. ان شاء الله ما يصير شيء ويرجع لنا سالم. ان شاء الله. طمنيني كيف حملك، عم تديري بالك منيح على الولد؟ لا تتعبي حالك. عندي شعور كتير منيح. اكيد، بس في حدا دايما بيلبكني، هاد ممنوع وهاد بضر. لا يكن لك فكرة سلطانة، أنا منتبهة عليها منيح، عم خلي الحكيمة تجي تشوفها كل يوم. شكراً يا ألفت، بعرف قديش أنت بتحبي خديجة، بس حابة تكون قدام عيني حتى يرجع إبراهيم باشا بالسلامة. من اليوم خليكي عنا هون. أنا وعدته للباشا يا سلطانة أني استناه بقصرنا وما أتركه أبداً، بس لحتى تطمني رح زوركن دائماً، واليوم أنا هون. جلالة السلطان سليمان المعظم. ست الكل، خديجة أختي وحبيبة قلبي، أنا كتير مبسوط بشوفتك. كنت بدي مر عليكي قبل ما أسافر، أكيد السلطانة بتكون حكت لك الأخبار اللي إجتنا من مصر، أكيد انبسطتي. حكت لي يا مولاي، بتمنى من ربي يوفقك، بس لوين بتكون تسافروا؟ طمني أنا ما رح روح حملة، راي على قديرنا على الصيد، إجا فصل الربيع وهذا وقت الصيد. رح أخذ معي مصطفى ومحمد وكمان هيام. وناهد دوران؟ إياس باشا معه الصلاحية، هو اللي رح يكون مسؤول بغيابي عن كل شيء. إبراهيم باشا، ولاية مصر رجعت للدولة العليّة. قلت لي سفينة صغيرة ونغمة مثلك يا إبراهيم؟ مولاي، لو سمحت لي، خطة أحمد باشا مناسبة أكثر، لأنه الحرب مجرد لعبة. مسؤول الجناح الملكي إبراهيم باشا هو الوزير الأول للدولة العليّة. شوف يا إبراهيم، أنت ما بتخوفني، ورح تضلك عبد لو شو ما صار. رب لسانك يا باشا، احسن ما اقطعلك اياه. احمد باشا من اليوم رح تستمر بخدماتك كوالي لمقاطعه مصر. نحن قتلناه بناء على طلبكم يا حضره ابراهيم باشا. صار فيكم تشيلوه وبعتوا راسه لمولاي السلطان، خلص الأهالي بيكونوا فهموا الدرس. يلا خلينا نبلش. لا تستعجل، لازم نرتاح شوي بالأول. صبور ويام، شو رأيك بهذا المكان الحلو؟ عجبك ما؟ مولاي هالمكان جنة، يا ريت على طول نبقى هون أنا وياك. يلا خلينا نفوت،
لازم ترتاحي. معقول جبت العصافير معي؟ هدول غاليين على قلبي، وأنا قررت عطول يبقوا معي. صوتهم الحلو عم يريحني. تشيك تشيك. وانت كمان صوتك الحلو عم بيريحني كتير، مشان هيك رح حطك بقفص. بما انه السلطان راح، هلا بتعملنا الحلويات اللي منحبها. ايه خلينا نلعب دق طاولة، واذا ربحت بساوي لك حلو. انا بدي هريسة. هريسة؟ ماشي. انتو شو عم تعملوا؟ 6 ريال. لا تقولي لي انه بدك يعني. انا بدي وصي شكري على كم غرض، بلكي بيجيبون معه من السوق. خير، شو بدك؟ خواتم، اساور، يعني شغلات نسوان. يا ما شاء الله، كتير عم تهتمي بحالك هالايام، لتكوني عم تفكري تروحي على الخلوة. استغفر الله. 6 ريال. السلطانة ناهي الدوران بدها ياكي. شوفي، ليش هيك صفريتي؟ لتكوني مزعلتيها للسلطانة ناهي الدوران. وانت شو دخلها؟ وافقت على الشرط. وإذا خسرت شو رح تعطيني؟ بعطيك إجازة لحتى تروح وين ما بدك. هذا وعد، اوعى تتراجع. ايه يلا 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 خلصني. أنا بشو وصيتك في ريال؟ أنا ما وصيتك تخبريني كل شي عم يصير معه؟ سلطانة، صدقيني ما في شي بنوم. أصلاً هي من شوي راحت على قديرنا. أصلاً عن هذا الموضوع بدي أسألك، شلون قدرتي تخبي عني هيك شغلة كتير مهمة؟ سلطانة والله ما عندي علم بالموضوع. هلأ قليلي كل شي بتعرفي عنها، قولي كل شي وقال وحياتك. بتكوني انت بحكم الميتة. عيوني طول الوقت مفتحة عليها والله يا سلطانة، وقت بصير شي وما بخبرك موتيني وقتها. رح نستنى ونشوف. روحي هلأ، ما رح أعاقبك اليوم. شدوا شدوا كمان. أطلق منيح. شد كمان يسار شوي. شو حبيبي؟ شد. أيوة أطلق. أسمع، وينو خاتمي؟ شفتي شي؟ ما بعرف، ما شفته سلطانة. أنت أكيد كنتي لابستي. يمكن يكون وقع. هالخاتم إذا ضاع بموت. سلطانة، لا تكوني ناسيتيه بالقصر. روحي دوري بين غراضي أو دوري بصندوق المجوهرات. دوري لحتى تلاقي. على طول كان يطلع يعزف على التراس، كنت اسمعه وانبسط. وينه هلا؟ روحي معلقة فيها ألفت. سلطانة يلا فوتي مشان تاكلي، بعدين بجهز لك جناح لتضلي هون الليلة. فيها شي إذا ضليت بجناح إبراهيم؟ الجناح الخاص مو ريحاد اللي بعرفه، في ريحته.
نهي الدورة، كيفك؟ شلون بدي أكون سلطانة؟ أنا مزعوجة. السلطان أخذ ست ويام وابني معه على الصيد. مولاي شاف كتير علي إني أكون مع ابني. وجناحك صار لإله. صار لازم تنسي هالشغلات وإلا رح تتوتري أكتر. يلا تعالي خلينا ناكل. يلا جاي وراكي. هلا أطلق. الصيد مو سهل. الصيد أساساً هو تدريب تمهيدي مهم للحرب. أجدادنا كانوا يستعدوا للحرب من خلال الصيد. لازم تتخيلوا إنه مصوب على قلب عدوك. فهمت؟ يلا ورجيني. يا بطل. سيدي، السلطان سليمان رايح على ديرنا هو وولاده الاثنين. قال راح لك سيدي. نحن عم نفكر بالحملة وسلطاننا راكد ورا الصيد. وبتعرف إبراهيم باشا سافر على مصر. عم يقولوا مسلمين العاصمة هلأ لأياس باشا. الوضع للتمرد هلأ كتير مناسب. شوف هدول الأجانب لهم حقوق ومزايا أكتر منا على أراضينا. الشعب مزعوج، عم بيبذلوا المصاري بالأعراس وعم يمنعوها عنا. الحق معك، القصر لازم يستجيب لكل المطالب. قلت له كل شيء لمولاي السلطان بحفل توزيع المستحقات بس مسائل. الأولى يسمع صوتنا هالمرة وإلا رح يتندم لأنه حان الوقت لحتى نهاجم العاصمة وناخد حقوقنا بحد السيف. كارثة. الوضع أسوأ بكتير من الشيء اللي توقعته. للأسف يا إبراهيم باشا، الشوارع مليانة بالنسوان الأرامل والأطفال الأيتام يلي رح يموتوا من الجوع. المماليك الظالمين قتلوا كل شخص عصى أوامرهم، والرجال اللي بقيوا سجنوهم قال يدفعوا المستحقات يلي عليهم. اجمعوا كل النسوان والأرامل والأيتام يلي بالشوارع وقدموا لهم الرعاية اللازمة من أكل وشرب ومسكن. اسكندر بيك مور باشا، ادفع كل المصاريف اللازمة من الخزنة. وكل الرجال الموجودين بالسجن أطلقوا سراحهم، وكل واحد صادر بيته رجعوا له إياه فورا. وأمنوا كل احتياجات الناس الضرورية ولموا شمل العيال بأسرع وقت. جلال زادة أمور باشا. فورا اكتب يلي قلته وأعطيه للقاضي محمد زادة. أمرك. نفذوا فوراً، ما بدي تأخير. وكل واحد ظالم رح يتشهر فيه قدام الناس بالساحات العامة ورح ينقطع راسه. رؤوسه المقطوعة رح تنعرض قدام الشعب كله. هيك رح يتأدب البقية ورح يرجعوا يبايعوا عدالة مولاي السلطان سليمان. رح نتحرك فوراً يا باشا.
شكرا كثير لك يا سيد فريال. هذا الرسام ليو عنده موهبة نادرة. عم فكر بس ارجع على القصر وظفه عنا. وشو هي هالوظيفة؟ بحطه بالقصر عندي، بعطيه راتب وبوظفه رسامي الخاص، وعم فكر جيبه يرسم هون. بس يا مولاي، بلكي هو حابب يرجع على بلده. ليش ممكن يلاقي مكان أحسن من هون؟ وأكيد أنا ما رح أتركه، وأكيد كمان ما رح خليه يروح قبل ما يخلص رسمتي أنا وياك يا حبيبتي. تركوا لا تفتحوا ولا العصافير اللي جواته بيطيروا. العصافير اللي جواته بدي طيروا. محمد، مصطفى، يلا روحوا ناموا. يا أسماء، خدي قفص العصافير حطيه برا، خليهم يشموا هوا وبعدين نيمي الأولاد. يلا خديهم وروحي بسرعة. قرالي شوية شعر يا مولاي. لو سمحت. لو تعلمي كم أنا متيم بك. أنت امرأتي وحبيبتي وصديقتي وأمي وكل شيء في حياتي. أنت عذابي وفرحة عمري. أنت ناري وجنتي. كل يوم أحبك أكثر من كل يوم، فأنت نور حياتي. هيام، ليش عم تبكي؟ سرقونا من بلادنا وجابونا على هالبلد، ومن وقتها أنا صرت وحيدة وحزينة. لا في أم، لا في أب، لا في أخ، صرت وحيدة هون عايشة من دون أمل. وكنت ناوية إني موت، بس حتى الموت ممنوع. كان في حقد كبير جواتي. بوجودك جنبي يا سليمان
صار عندي عيلة حسستني بالسعادة. محمد، مريم وسليم وسليمان. وانتي سعادتي يا هيام، وام ولادي الغالي اللي ما بتخلى عني. جاوبيني. ما بعرف مين هو. رح يقطع نفسي واختلف. رح اقطع لك نفسك واخلص منك. انا رح موتك بايدي. ليش انت شو شغلتك هون؟ والله بهدم الحرم لك فوق روسكم. تحكولي مين حط السم بالاكل؟ أعوذ بالله. الله يستر. ليش مستعجلة يا خديجة؟ خليكي، أنا مو مطمنة لروحتك وقعدتك لوحدك. السلطانة الأم معها حق، يا ريت لو تسمعي منها. خديجة خليكي معنا، هون أحسن لك بنتي. سلطانة، اللي بيشوف حالتك بيقول أنا مو راجعة. خلص اطمني، يوميا رح زورك. مصرة تروحي يعني؟ ما بدك تسمعي مني؟ مثل ما بدك. ألفت، روحي معها لو سمحتي، لا تخليها لوحدها. طبعا يا سلطانة، مستحيل اتركها لحالها. خبروا المعلم شكري، خلوه يعمل الحلويات اللي بتحبها خديجة وياخذ لإياها. أكلات شكري ما فيني ارفضها ابدا، كمان ابراهيم بيحبها كثير. خلص صار اللي صار. يا ريت لو امبارح ما طلعنا القفص لبرا. تعرفوا نحن بغابة فيها وحوش، وخاصة بالليل. روقي حبيبتي، بكره بجيب لك طيور غيره. خلينا نروح بابا.
أنا والله اشتقت لأمي، ما بدي ضل هون. أنا حابب ضل هون. روحوا أنتوا، أنا بلحقكم بعد كم يوم. أكيد بده يصير شيء. أنا مو مطمنة. موت فعل مو منيح. الله يلطف فينا ويستر. يلا نمشي. الجيش الانكشاري كان عم يستنى للقيام بحملة، بس إبراهيم باشا راح لمصر مشان يصلح اللي دمره أحمد باشا. عم يقوموا بإصلاحات للعرب والمماليك. يعني مو شايفين بلدنا بدها إصلاحات؟ وهالإصلاحات رح تكون على إيدكم. اللي سلطان سليمان وينه هلأ؟ راح على الصيد بقدرنا. ما في حلول تانية عنا، ما ضل قدامنا إلا العصيان. اللي ما أخذناه من الحملة رح ناخده هلأ. يلا يا أبطال، احرقوا، دمروا، انهبوا. يلا رفعوا سيوفكن وخذوا طريقكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرأس عطول مرفوع وسيف الحق مسلول. ما حدا بيرضى بالذل والهوان. المسلمين قرابين، قرابين نور محمد يلي بدد الظلم. نحن أبطال الجيش الانكشاري، ومن اليوم نحن ما حنسكت عن حقنا وحناخده بالسيف. قولوا الله ينصرنا. خلي إيمانكم بقضيتنا كبير وإيمانكم بالله أكبر. وحد الله وحده. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أخلوا سبيل كل المسجونين، وقاووا الأيتام والنسوان يلي كانوا بالشوارع، وألغوا الديون يلي كانت مستحقة على الناس، وأمرناهم يوزعوا 50 ذهبية لكل واحد من الناس المنكوبين، ورح يخصصوا رواتب للأرامل والأيتام كمان. الدفتر دار اسكندر باشا هو المسؤول المباشر عن تنفيذ كل الإجراءات، ورح يخبرنا بكل المستجدات، ورح نقوم بوضع قوانين جديدة لمقاطعة مصر. في شي ناقص يا جلال زادة؟ لا باشا. بعتوهم فورا للسلطان لحتى يكون على علم بالإصلاحات. أمرك مولاي. باشا، أخيرا جماعتنا قدروا يلاقوا الشيخ علي، وكمان قدروا يلاقوا شيخ مشايخ البدو. هدول دعموا أحمد باشا بتمرده، وكمان حرضوا الناس على العصيان، ونفذنا أوامركم فيهم مثل ما تفضلتوا، وتم إعدامهم يا باشا اليوم عن باب الزويلة لحتى يكونوا عبرة لغيرهم. وأخيرا خلصنا منهم، عملتوا منيح. هلأ خلونا نصلح يلي انهدم ويلي انحرق، وأهم شيء إنه نصلح الجوامع. قدموا لكل الجوامع تبرعات، وقولوا للقبطان بيري يرسم خرائط. إبراهيم باشا، أنتوا ما ارتحتوا من وقت ما اجيتوا أبدا. ما عنا وقت نرتاح يا قاضي زادة، لازم خلص شغلي بأسرع وقت مشان أرجع، لأنه في شغل كتير مهم عم يستنانا بالعاصمة. أكيد مو بس المنصب عم يستناك يا باشا. الله يطول عمر سلطانتنا والصبي اللي رح يجيكم إن شاء الله. باشا، لو بتسمحوا حضرتكم رح ساوي حفل المساء على شرف زيارتكم إلنا. تشاءمت من لما ضاع الخاتم. شفت؟ مو موجود، ضاع. وبعدين طيوري ماتوا. سلطانة، والله دورت بكل مكان بس ما قدرت لاقيه. لسه مشوارنا مطول، أنا حابب أشوف أمي. مصطفى، خلص طلبت نرجع وليكنا راجعين.
ايام طويلين، بس لا تخاف اكيد حتوصل. يا ريت لو مولاي السلطان رجع معنا. اسمع، حاسة حالي مخنوقة. أول شيء بلشوا بقصر إياس باشا، خليهم يفهموا إنه تحرك الجيش الانكشاري جدي، وبعدين قصر إبراهيم باشا، وبعدين روحوا على قصر السلطان سليمان. رئيس الكتاب حيدر باشا، دعمك لجنودنا ووجودك لجانبنا وسام إلنا، بس بقصر السلطان ما في غير الحريم يا حيدر باشا. شو معنات هالحكي؟ ليش أنتوا في حدا رحمكن؟ السلطان ما رحمكن، لا تخافوا، سحقوهم. روحي فداكن يا باشا، وبحب قلك يا باشا إنه أنا مؤمن بعدالة قضيتكن، وبس توصلوا الأخبار للسلطان رح يرجع دغري. إذا ما رضي ينصفنا جنودنا رح يمنعوه من دخول العاصمة ورح يضل بقدرنا. المفروض يا باشا إنكن ما تتراجعوا أبدا. ما منتراجع لحتى يقبل بشروطنا. إذا بيعزلوا لإبراهيم باشا وقتها بس منسمح له إنه يدخل القصر. تفضل سيدي، مبروك عليك. الله يبارك فيك، شكرا. اهلا وسهلا. هذا القماش بدي شوفي منه الوان. مرحبا، اليوم في باخره بدها تنطلق على كيرن ما هيك؟ ما بعرف. اذا مو اليوم الاسبوع الجاي. لا والله ما فيني استنى كل هالقد. ما بيدفي. احسن شيء تروح على المينا وتسالهم هنيك، فيك تتاكد منهم. ماشي، شكرا. اي اهلا وسهلا. هلا هدول بخمسه وهدول بليرتين. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. الله يعافيك. هذا الرسام عن شو سالك؟ سالني عن البواخر، قلت له روح على المينا اساله. الله يزيد. ما شاء الله عليك. صرت شوفه لمصطفى بمنامي كأنه له شهر غايب، وأنا اشتقت له كمان، بس هو كبر، نحن صار لازم نتعود على غيابه. يا بنتي نمضايقني يا سلطانة أنه مصطفى موجود مع هيام. سلطانة تعي يا درة، خديجة وصلت لأسرة ما هيك؟ وصلت يا سلطانة. إياس باشا طالب يشوف حضرتك، عم يقول الموضوع كتير مستعجل. شوفي خير إن شاء الله. ليش بده يشوفني؟ ما بعرف سلطانة، بس قال مهم يشوفك. سلطانة أنا قلبي مقبوط. لا تقولي هيك. ما شاء الله ما شاء الله، اليوم حركة السوق كتير منيحة، كتير بعنا ذهب وفضة الحمد لله، أخيراً اتحرك السوق. يلا يا شباب بسرعة، الجيش الانتشاري عم يهجم على السوق، عم ياخذ بسرعة بسرعة. يلا هروب، خبر السلامة تامه. خير يا ليو أفندي، شو لوين مسافر؟ أنا راجع، بدي روح. هيك بدون حتى ما تودعنا؟
أنا آسف، بس أنت أكيد ما رح تسمح لي روح، وبدك تجبرني إبقى. ولك شو صار لك؟ معقول تروح من هون قبل ما تخلص شغلك؟ أنا شو بدي أقوله للسلطان وقت اللي بيسألني عنك؟ قل له ما بعرف، هرب مني. أنا ما فيني أكذب وقول شي مو مزبوط. إذا مصر تروح استنى حتى يرجع. نصوح أفندي، أنا لازم روح، مستحيل ضل أكتر. لك خلص، اسمع مني وبلع نادي يا ليو. هربوا الجيش جاي، هاجم علينا. عمهلك وقف. شو صاير؟ تمرد يا نصوح أفندي، الجيش الانكشاري تمرد على السلطان وقال عم يحرقوا وينهبوا. يا الله، الله يسترنا. السلطانة خديجة وفيكتوريا موجودين لحالهم بالقصر. شو بدكن؟ اتركوهن، اتركوهن، حرام عليكن، اتركوهن عم بقلك، اتريك من ايدك. جلالة السلطانة. إياس باشا، ياريت تحكي بسرعة، شو الموضوع؟ الانكشاريين يا سلطانة، الجنود استغلوا عدم وجود السلطان وتمردوا، عم ينهبوا المدينة. إياس باشا، شلون هيك؟ شو هالجرأة هاي؟ الحقيقة الوضع خطير كتير، عم يحرقوا المدينة ويدمروها، وكمان حرقوا لي قصري، واضطريت ألجأ أنا وعيلتي لهون على القصر. مو أنت المسؤول عن أمن العاصمة، كيف ما قدرت تقمعهم؟ لازم تلاقوا طريقة لتوقفوا هالتمرد. للأسف يا سلطانة، ما في عنا إلا حرس القصر، ما عنا قوات لقمع التمرد، ما فينا نحمي إلا القصر. هدول بيضلوا جنودنا، أكيد ما رح يعتدوا علينا. الجيش الانكشاري مجتمع بساحة العاصمة وعم يزحفوا هلأ باتجاه القصر. بعتوا له خبر للسلطان فورا. بعتت له خبر. خديجة، روحوا جيبوا السلطانة خديجة من قصره. السلطانة خديجة أسرى محاصر يا مولاتي. إياس باشا، يلا روحوا جيبوا لي بنتي. إذا صار لشي لخديجة ما رح أرحم حدا منكن. شكرا صديقة. صحة وعافية سلطانة. ألفات؟ بتعرفي إنه نصوح أفندي عشقانة لصديقة؟ بالله؟ وبظن إنه إبراهيم ناوي يزوجهم لبعض. بس وقتها من وين بدك تلاقي وظيفة منيحة مثل صديقة؟ ألفت، شو هاد؟ هذا دخان حريق. في شي مو منيح ألفت. يلا خلينا نفوت لجوا، مو منيحة وقفتنا. صديقة، خلي كل الخدم يفوتوا لجوا، سكروا الأبواب كلها. نصوح أفندي، الوضع خطير يا ليو، شو بدي أعمل؟
أنا لازم روح فورا على قصر إبراهيم باشا. انطرني رايح معك لو سمحت، من الأحسن نروح سوا. يلا. فتروا الأبواب يا رجال. مولاتي السلطانة، شو صار يا سنبل آغا؟ وين بنتي خديجة؟ يا رب ألطف، قصر السلطانة محاصر بجنود كتير، حتى البستانجية ما عم يقدروا يطلعوا لبرا. خديجة بنتي؟ مولاتي السلطانة، إياس باشا عمل كل التدابير اللازمة هون مشان حماية الناس اللي بالقصر. للاحتياط انزلوا على أبوه، خدوا معكم ابن السلطان، تحت بيكون أمان. ما بنزل، ما بتخبى. بنتي شو بده يصير فيها؟ أنا كيف بده يهدى بالي؟ سلطانة خليكي قوية، أنت هون قدوة للكل، إذا أنت ضعفتي كل الحرم لك بيضعف. أنا قلت لها لا تروحي، بس ما سمعت مني. سلطانة ارتاحي. نحن صار لازم ننزل على الأبو فورا يا سلطانة. الوضع على قد بخوف. إياس باشا والسلطانة الأم هن أمروا بهالشي، لازم نعمل كل الاحتياطات. نورهان كوسر يلا. شوفي ليش وقفنا؟ ما بعرف. سلطانة في تمرد، القصر محاصر بآلاف الجنود، البوابة مسكرة، ما فيكن تدخلوا أبدا. شو هالحكي هاد؟ أنا لازم أدخل على القصر. سلطانة الحل الوحيد قدامنا اللجوء لقصر إبراهيم باشا. يلا روح. فوتي سلطانة فوتي. مولاي السلطان جبت لكم رسالة من إياس باشا من العاصمة والأمر مستعجل.
كيف اجتكم الجرأة انكم تتمردوا علي يا خوني؟ انزلوا كلكم لهون، يلا بسرعة، يلا. سلطانة الأولاد كتير خايفين. ماشي فوتوا لجوا، يلا. لا تتركوا حدا فوق درة، اجمعوا كل يلي بالحرم لك ونزلوه. لكن لك فكر يا سلطانة، رح نأمن عليهم كلهم. يلا. يلا تجمعوا بسرعة، يلا يلا بسرعة. شو رح يصير فينا؟ شو رح يصير فينا مولاي السلطان؟ الله يا رب استرنا يا رب. لا ما هنو صحيح ناسها جمع الأغصر. اسكتوا ولا كلمة واسمعوني، كلكن رح تنزلوا على أبو القصر مشان سلامتكن. شو يعني هذا الحكي؟ شو اللي عم بصير؟ شو اللي عم بصير؟ هالشي مشان سلامتكن. سلطان الأم والسلطانة نهد دوران تحت، وانتو كمان لازم تنزلوا لبكرة. الله بيفرجها. يلا يلا تحركوا. شكري أمور سنبول. شو هاد؟ شو عم تساوي؟ طالع حملة؟ أخذهم مشان الناس تاكل. يلا بلا فزلك، انزلوا على أبو بسرعة. الله يصبرني. سكروا لي هالباب، قفلوا منيح. لحما معقول يعملوا بالبلد هيك؟ الله يكسر إيديهن. سلطانة اهدي، التعصيب بيأثر على الحمل. تعالي عدي شوي. لا تقلقي، أكيد رح يقمعوا التمرد بسرعة، أنتي اطمني. شفتوا شو صار فينا لأنه إبراهيم غاب عنا؟ ألفات؟ ممكن يهاجموا القصر؟ اطمني، هنن بيضلوا عبيد عند السلطان، ما بظن يتجرؤوا يعملوها. هي عرباية القصر، يا ترى مولاي هو اللي رجع؟ تعال معي يا لي وخلينا نخبر الحراس. تعال. سلطانة هيام، يلا انزلوا بسرعة، فوتوا على القصر فورا. يلا يلا بسرعة، يلا يلا. أمير مصطفى تعال، يلا تعال، يلا 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 أوام، فوتوا على القصر يلا بسرعة. ليو أنت ما سافرت؟ عمتي صادقة، كيف السلطانة خديجة؟ مصطفى عمتي شوفي. لا تخاف هيام، السلطان ما إجا معي؟ هو لساته بقديرنا، بعتنا قبله، خايفة يصير له شي. ما قدرنا نروح على القصر، الآن كتير على أولادي. الله يستر. طلعوا كلياتكم لفوق وقعدوا بغرفة واحدة وسكروا عليكم الباب. يلا خلينا نفوت لجوا بسرعة بسرعة. تعال يلا يلا.
يا رب رجع السلطان بخير، يا رب تحمي بنتي خديجة، يا رب تحمي الدولة العالية، يا رب دخيلك يا ربي شو بده يصير فينا، دخيلك يا ربي. سلطانة نحن كتير رح نضل قاعدين هيك تحت الأرض؟ ادعوا يا ناهي الدوران، سلموا أمركم لله وادعوا مشان الله ينجينا، وادعوا مشان دولتنا العلية ومشان السلطان سليمان الله يرجعه بالسلام. الخونة استغلوا عدم وجود إبراهيم ومولاي السلطان. يا ربي شو بدنا نساوي بحالنا؟ هيام الأولاد أصحك تخوفيهم، خليهم هادين، سلطانة رح يحرقوا القصر. يحرقوا القصر، عم يفتحوا الابواب، لازم ننزل لتحت بسرعه يا سلطانه. وين بدنا نروح؟ ما بعرف يا سلطانه، فينا نهرب من الحديقه الخلفيه. يلا يلا مصطفى تعال معي. سلطانة انت منيحة؟ تعال انا بحملك. يلا خديجة. سلطانة 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 صحتي، قومي خديجة خديجة. سلطانة الله يوفقك، افتح عيونك خديجة، ردي علي الله يخليكي. طمنيني سلطانة فيها شي؟ هلأ منشوف. خديجة هوني خطر، الأبو أمان أكتر. ليو انت حمل السلطانة. ماشي يلا عليها. يلا انتبه عليها الله يخليك. شو صار؟ ليو شو صار؟ صابوك برصاصة يا ليو. سلطانة انتوا روحوا فورا، لا توقفوا، كلياتكم روحوا، يلا روحوا. اوعى تقوم، رح ارجع فورا، اوعى تقوم. سلطانة يلا روحوا. اسمع جي
لي بفرشة وحطيها هنيك. يلا بسرعة، استنى شوي لنجيب فرشة. يلا ماشي. هاتي جيبي غيرها. مصطفى تعال هون، عود قدامي. يلا هاتي على مهلك. أنا رايح جيب ليو. سلطانة، سلطانة الله يخليك يرد علي. سلطانة حبيبي مصطفى، اوعى تخاف من يلي عم بيصير. مولاي السلطان سليمان رح يجي فورا وينقذنا. يا رب. سلطان، اذا بدك رايي فهذا احسن محل. أولاد السلطان قوايا وبيتحملوا، هلأ هنن بأمان. بس مصطفى ومحمد لساتهم صغار كتير، ما عم بقدر أتخيل. أوه. إذا أصحك تفكري لحظة أنهم رح ينقذوا. ما في قوة بتتغلب على قوة السلطان، بس خديجة وضع اللي خطر. رح يقتحموا قصرة، كلهم حريم هنيك، ما في ولا رجال. سنبول آغا، طلع شوف شو عم يصير حوالينا. نحن قديش بدنا نضل تحت الأرض؟ حاضر مولاتي، رح أطلع فورا. سلطانة، مشان الله لا تخوفينا عليكي. اسمع، اعطيني فرشة من عندك بسرعة. حطوها هون. يلا رح حطها. كيف صارت السلطانة؟ لسه ما صحيت. وين الحكيمة؟ ليش تأخرت؟ رح روح شوفها. استني أنا جاي. سرعة، السلطانة عم تموت. ليو تحمل. يلا فوتي بسرعة، روحي شوفي السلطانة. السلطانة في عندها نزيف، رح ينزل الولد. أنا لازم عالجها فورا، بس ما فيني عالجها هون. نقلوها على المطار. خديجة هي المهمة، تركي الولد هلأ، المهم هي تعيش. سلطانة ما بدك ترتاحي؟ شو رأيك زبط لك مكان؟ سليمان، خديجة، مصطفى ومحمد، يحرم علي النوم قبل ما أشوفكم. مولاتي السلطانة، إياس باشا عم يقول لسه الوضع على حاله،
لا تتحركوا من هون حفاظا على سلامتكم. السلطان ما وصل؟ لسه ما منعرف، بس مو طالع بإيدنا شيء إلا الانتظار.